ما الحكم إذا وضع الكحل بالقلم فوق شعر الحاجب وبدون نمص؟ لا داعي لهذا، لأن الحاجب والحمد لله خلقه الله جمالا، وهو ليس إلا إذا كان فيه تشويه، إذا كان فيه تشويه أو بياض أو شيء تريد أن تجمله لا بأس، أما إذا كان على طبيعته أسود فيبقى على ما هو عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تجمله ولو بالسواد شيخ صالح بالنسبة للحاجب؟ الحاجب نعم، إذا كان فيه تشويه نعم. أو شيء نعم. تجمله بما يليق باللون اللائق الذي يجعله كغيره من المعروف عند النساء. الله المستعان. هل يندرج شعر الرأس في هذا الحكم أو لا؟ إلا إذا قسناه على شعر الرأس نعم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. جنبوه السواد، السواد نعم. الخالص يعني. نعم نعم. فلا تصبغ حاجبيها بالسواد الخالص، وإنما تصبغ حاجبيها بأسود غير خالص يضرب إلى الحمرة. نعم. إذا ما جاز في شعر الرأس يجوز في شعر الحاجبين. لأنه من تغيير الشيب. نعم. نعم. هذا عام، تغيير الشيب عام. نعم، لكن وليس بالسواد الخالص. ليس بالسواد الخالص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.